اخبار اليوم. واحنا كمحافظه عملنا كده، حبينا نتعرف على المشكله. ازاي اسكندريه تغرق؟ يعني ظاهره غير عاديه. فابتدينا نعرف المشكله فين. تعرفنا على تقصير في بعض الجهات والقطاعات، لا يحسب على القياده اللي موجوده حاليا في الصرف الصحي. ولكن بالتغيير الحقيقه انا شايفه انه في طفره حصلت في اداء الصرف الصحي، وتم تكليفهم بوضع خطه زمنيه لانهاء جميع المشاكل التي ادت الى هذه التداعيات الخطيره واودت بارواح مواطنين. اداره المرور طبعا بيبقى دورها في الازمه في النواه ان هي بتعمل تحويلات مروريه اذا كان في محاور جاهزه، ما كانتش المحاور كلها حصل فيها مشاكل. اول مشكله كانت قابلتني ان انا يعني اعيد الثقه تاني للناس بتوع الصرف الصحي. حكى اثناء النوى الصرفه دي حصل هجوم كبير جدا على العميل في الصرف الصحي. وصوره فصل التغذيه الكرويه عن اي مناطق ساخنه فيها ميه عاليه عشان تخش الغوط او علب الكهرباء الموجوده في الشوارع، وده حفاظنا على ارواح المواطنين. حكومات الوطن على الحدود وداخل الحدود، داخليه وقوات مسلحه، اثبتوا انهم حماة هذا الوطن. تحيه كبيره مني انا شخصيا كمواطن مصري.